بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا وأكثر من زاوية هذا المساء. تحية لكم وتحية لضيوفنا الكرام والذين نناقش معهم في هذه الأمسية إرهابية الحركة الشعبية أو الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الحركة الشعبية. أحيوا معي في هذه الأمسية ضيوفنا الكرام، ونبدأ بدكتور علي الشايب، رئيس دائرة التدريب والتأهيل بالأمانة العدلية الاتحادية للمؤتمر الوطني والقيادة أيضا بجنوب كردفان. مرحب بك دكتور علي الشايب. مرحب بك دكتورة إيناس، مرحب بفضائية السودان، ونحن سعيدين جدا في هذا البرنامج، برنامج أكثر من زاوية، ونتمنى ونأمل أن نكون خفيفية الظل للمشاهد السوداني. أهلا بكم مرحبا. الله يبارك. والتحايا أيضا لبشمهندس الرحيمة إسماعيل مسيبيل، حركة العدل والمساواة إقليم كردفان. مرحب بك بشمهندس. مرحب بك يا دكتورة إيناس، ومرحب بالمشاهدين الكرام، ومرحب بالأهل في السودان. نتمنى أن تكون إضافة وتحليل ضافي يضفي أو يعكس ما تقوم به بعض الدوائر في داخل الحركة الشعبية إن شاء الله. أهلا بكم مرحبا. صراحة حلقتين فاتوا من أكثر من زاوية ونحن نتحدث عن الإرهاب، ملف الإرهاب، ما هو الإرهاب، عنوان هذا الإرهاب، الأعمال الإرهابية كيف تقوم، كيف وكيف وكيف وضعها في القانون الدولي والداخلي وما إلى ذلك. هذه المرة نتحدث عن نموذج لحركة إرهابية بالفعل قامت بكل مواصفات الحركات الإرهابية وبكل أفعالها، وهي الحركة الشعبية. قتلت فجر الجمعة بالحجيرات غرب كادوغلي بالولاية جنوب كردفان حوالي 7 من الشباب، أعمارهم فيهم ناس بيدخلوا في أعمار الأطفال ما بين 12 إلى 14 وناس من 15 إلى 18 سنة. نهبت حوالي 1500 إلى 2000 من الماشية من الأبقار، أخذت أموال الناس وممتلكاتهم عن طريق النهب واتجهت بها إلى منطقة تنميرية. هكذا كانت هي التصريحات الأولية. هناك الكثير والكثير من التفاصيل التي ظهرت بعد ذلك عبر وسائل الإعلام، ولكم أن تتصوروا جهات تصدر بيانات واتضح أن حديثها خطأ، وجهات تعرب عن أسفها بينما هي ضالعة في هذه الجريمة النكراء. كل هذه الأشياء نناقشها اليوم في أكثر من زاوية. بداية دكتور علي الشايب، يعني ما هي تفاصيل ما حدث؟ يمكن ده الكلام اللي ورد أول من الحادث وقع والناس تداولته عبر وسائل الإعلام، لكن تفاصيل أكثر، ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. مرة ثانية أحيي زميلي الرحيمة في حزب العدالة، ونود أن نقول بأن الحركة الشعبية قطاع شمال تحت قيادة الثالوث، وظلنا نكرر مرارا وتكرارا بالثالوث هم الذين يسيطرون على مفاصل هذه الحركة، عقار ومالك وعرمان أقصد والحلو، هؤلاء الذين يعني استغلوا هذه الحركة لتنفيذ أجندات. ونحن نقول باستمرار، عندما نقول أجندات لأن الحركة الشعبية هي واجهة من واجهات الحزب الشيوعي، لن تصل لسلام في جنوب كردفان ما لم تحقق هذه الأجندات. ونحن في البدء لابد أن نترحم على هؤلاء الصبية الصغار الشهداء الذين غدرت بهم الحركة الشعبية في فجر الجمعة. هم عدد من الصبية كانوا في منطقة الحجارات غرب كادوغلي كما ذكرتي، وذبحوا بدم بارد وقتلوا، وامكن اثنين منهم يعني في اصبحوا مفقودين يعني. والحركه نهبت حوالي 1200 او الى 1500 بقره كما ذكرتي، واتجهت بهم من منطقه الحجارات غرب كادوغلي الى منطقه جبل لوفا الى منطقه كرونغو. وهنالك كثير من الشواهد التي تؤكد بان هذا المسلك هو مسلك الحركه الشعبيه، بدليل ان هذه المنطقه التي اتجهت اليها الحركه الشعبيه هي خاضعه لسيطره الحركه الشعبيه وليست خاضعة لسيطرة الحكومة، هي منطقة كرونغو عبد الله معروف، منطقة غرب كادوغلي، منطقة ما بعد الحجارات، حتى منطقة ميري، مناطق ميري دي كلها هذه مناطق خاضعة لسيطرة الحركة الشعبية. وقيل في المثل السوداني بأن الشينة منكورة، ولكن ما يستغرب له المرء بأن الحركة الشعبية لم تصدر بيانا ابتداء لكي تنفي هذه الشينة المنكورة، وإنما تطوع حزب البعث العربي وأصدر بيان اتهم فيه بأن الذي قام بهذا الفعل هو ميليشيات سمتها ميليشيات الحكومة أو الدفاع الشعبي. وهذا كان هذا الخبر يمكن أو هذا البيان تم تداوله عبر الوسائط، وسائط الميديا. ونحن في حين ذكرنا بأنه
يعني هذا الفعل فعل الحركة الشعبية، ولماذا أمكن يعني تبرع حزب البعث بهذا النفي، ولكن الحركة الشعبية لم تصدر بيانا إلا في فترة متأخرة، وهذا البيان يختلف من سلسلة البيانات التي تصدرها اختلف الحركة في شنو الشعبية، مثلا؟ تختلف لأن البيان يكون عادة يكون مزيل بأردول، مبارك أردول هو الناطق الرسمي عادة باسم الحركة الشعبية، وكثيرا ما ينزل تصريحات عرمان وعقار في المدونات وفي الوسائط الإعلام، لكن هذا البيان يعني أمكن أصدرته الحركة الشعبية ليس مزيلا بأحد قادتها، حاولت أن تتملص من هذه الفعلة، لأن ردة الفعل كانت عنيفة بالنسبة لمجتمع جنوب كردفان عامة، بالنسبة لمجتمع كادوغلي عامة، وأنا في تقديري بأن هذا الفعل المشين الذي قامت به الحركة الشعبية لم يكن هو الوحيد، وإنما هنالك هجوم آخر قامت به الحركة الشعبية في سوق الجبل قريب من منطقة محلية العباسية، نعم، أيضا قتلوا 2 من الصبية أعمارهم بين 12 ل 11 عام ده الأمس. من رعاة الإبل، هذا فجر الأحد نعم، أو ظهر الأحد بالأمس. تريد الحركة الشعبية أن من هذا الفعل المشين تحقق عدة أهداف، لعل الكثيرين قد يقولون بأنه ما قامت الحركة بذلك إلا لأنه هنالك مجاعة مستفحلة في داخل المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بعد أن رفضت المقترح السوداني القبلته عن طريق الوسيط الأمريكي، وحتى سام موزمبيقي قبل هذا المقترح بأن إيصال المساعدات من قبل المعونة الأمريكية، منظمة المعونة طيب. الأمريكية عن طريق الموانئ السوداني، لكن الحركة الشعبية رفضت، هي تتاجر بهؤلاء البسطاء في المناطق المسيطرة عليهم، تتاجر بهؤلاء المدنيين. الحركة الشعبية أيضا يعني تريد أن تجر الحكومة لكي تنقض مسألة وقف إطلاق النار، هذا الوقف الذي وجد أمكن قبول من المجتمع السوداني، قبول من المجتمع الإقليمي، قبول من المجتمع الدولي، باعتبار أن هذه دولة مسؤولة يعني حريصة على إقرار السلام، حريصة على حفظ الأمن، لكن الحركة الشعبية تريد أن توضح للمجتمع الدولي السوداني، المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي عندما تقوم الحرب مجددا بأن الحكومة السودانية يعني غير ملتزمة بوقف إطلاق النار، وأيضا هذا يقودنا لأنه يعني مسألة رفع العقوبات من طيب، السودان. نعم عشان ناخدها واحدة واحدة، نعم عشان نمشي مع الناس واحدة واحدة في الملف ده. نعم يعني أنت وضعت نقاط كثيرة، لكن هذه النقاط نفسها بحاجة إلى تحليل، إلى تفصيل. نعم أنا سأنقل السؤال لبشمهندس الرحيم. يعني الآن وقف إطلاق النار تبنته الحكومة، جاء هؤلاء وقتلوا هؤلاء الصبية رحمة الله عليهم، ربنا يتقبلهم، هكذا وهم عزل، يعني لا يمتلكون إلا بعض العصي التي يهشون بها هذه الأغنام والأبقار. عملية الاستفزاز اللي بتتم نتيجة هذه الأفعال قد تجعل من وقف إطلاق النار غير واقع على أرض الواقع، فبالتالي تستجيب القوات المسلحة ويبدأ التناحر من جديد. دعنا نسير في هذا السيناريو، إذا حدث ذلك معنى ذلك أن السلام غير موجود، معنى ذلك أن تطبيق فترة ال6 أشهر التي لابد وأن تمر من الآن وحتى يوليو هي في خطر، معنى ذلك أن رفع العقوبات عن السودان ليس بالأمر الجاد، وبالتالي تفشل كل هذه الجهود التي بذلتها الدولة على مدى فترات طويلة. هذا السيناريو الخبيث الآن هو أمام الناس، هو واضح، ولكنه يبدأ بمستصغر الشرر. صراحة هنا نحيي القوات المسلحة على ضبط النفس وعلى الالتزام بوقف إطلاق النار حتى لا نخسر الكثير، لكن حدثني عن هذا السيناريو الخبيث. طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة تحية لك دكتور أيناس لهذه الحلقة المميزة، ودعيني أن أسميها مميزة لأنها بالفعل جاءت في توقيت مفصلي، توقيت الآن ما بين أن ننتقل إلى مرحلة تمزق نسيجنا الاجتماعي في جنوب كردفان وتعصف به بصورة أشد من الحرب التي كانت دائرة، لأن الحرب اللي كانت دائرة في سابق الأوان كانت تدور ما بين الحركة الشعبية والحكومة. الآن هنالك سيناريو يهاج في الخفاء لينقل الصراع في داخل جنوب كردفان من أن الصراع يدور ما بين الحركة الشعبية كفصيل مسلح في حامل السلاح وبين الحكومة، على أن يضرب النسيج الاجتماعي لجنوب كردفان بصورة غبيثة جدا جدا. أقول ذلك وأنا أنتقل إلى تعزية نفسي أولا
لأن الذين قدر بهم وسفكت دمائهم هم أبناء جلدتنا في جنوب كردفان. أنتقل لأنقل تعازينا للأهل في ولاية جنوب كردفان عموما، ولأهلنا في الحوازمة والرواوقة تحديدا، لهذا المشهد الذي ندئت له يعني كل عقل، يعني أو كل إنسان في داخل السودان تأثر وهزاه هذا المشهد، إما يعني إلى أن صار وصل بهم لمرحلة الدموع، فسالت دموع الكثيرين في داخل من أبناء السودان لهذا المشهد. دعيني أيضا أنقل تعازينا لأهلنا في الشرقية في العباسية للجريمة التي ارتكبت بالأمس القريب الذي ذكرها الدكتور علي الشايب. هذا السيناريو أو هذه الأحداث هي ليست وليدة اللحظة، بل وهي كل الأصابع بمجرد حدوث هذه الجريمة اتجهت اتجاه الحركة الشعبية. دعينا نضع القالب أو نقط النقاط على الحروف، ليه كل الأنظار اتجهت اتجاه تقويم أو جعل إن الحركة الشعبية هي الذي ارتكبت هذا. لأن كل الغرائن وكل الدلائل تشير وتؤكد لنا تماما أن هذه الأبقار بكميتها التي يعني نهبت بها، هجم الأبقار 1500 رأس من البقر لا يمكن أن تخبى في منطقة من مناطق تواجد الحكومة. لو نظرنا للمناطق التي توجد بها الحكومة في جنوب كردفان هي معلومة تماما، وكل منطقة في جنوب كردفان بها قوة أمنية وعسكرية. الآن ما في منطقة في جنوب كردفان بتخلو من قوات الأمنية والقوات النظامية. طيب كل خابة من داخل جنوب في داخل جنوب كردفان أو جبل في جنوب كردفان إما يخضع لسيطرة الحركة الشعبية وهي تفرض فيه سيطرتها وتشرف عليه، وكل من يتخبى في ذلك الجبل هم الذين ينتمون للحركة الشعبية فقط، أو يوجد في داخل تلك الغابة هم الذين ينتمون للحركة. لا يستطيع أحد من ميليشيات أو ما يسمونه، لا يستطيع أحد من القوات النظامية التابعة للحكومة أن يدخل في دائرة غابة تسيطر عليها الحركة الشعبية ليخبي أبقار في تلك المنطقة، ولا يستطيع أن يعقز كمية من هذه مثل هذه الأبقار ليخبيها في داخل ميري برا أو ميري جوا أو في كوفة أو في جرورو. هي مناطق يعني التي مرت بها هذه الأبقار في بعد نهبها من الهجرات كما ذكر الدكتور علي شايب إلى لوبا إلى ميري، منها إلى كوفة جرورو، مرورا بأبسنون، عبرت إلى أن وصلت إلى كورونجو عبد الله. هي المقر الرئيسي لقيادة هذه القوات. إصدار التعليمات أتى من وين؟ جاءت العربات، هذه القوة لم تأتي كقوة نهبة مشاع، لا، جاءت قوة منظمة. نمتلك معلومات دقيقة وحساسة إن القوة أتت على متن 27 عربة دفع رباعي. 27 عربة. 27 عربة دفع رباعي أتت إلى منطقة محددة. وقفت هذه العربات في تلك المنطقة، نزل الجنود من هذه العربات، تقدموا مشاة لأنك لا تستطيع أن تسوق مراح بعربية. مشي سيرا على الأقدام، ارتكبوا جريمتهم وجوا راجعين بهذه الأبقار، حمتهم العربات، الجنود سايقين العربات في البهائم في الوضع والعربات حامياهم إلى أن وصلت بهم إلى كرونجو عبد الله. طيب هنا معلومات دقيقة جدا نمتلكها. في النقطة دي نعم، أنت علشان تحرك عدد زي ده من الأبقار يعني محتاج لمسافة، حركتها ليست بالسريعة، يعني محتاج لمسافة، كيف وصلوا للمسافة دي بسرعة؟ الجريمة دكتورة إيناس ارتكبت بالليل، الفجر 2 صباحا. نعم 2 صباحا عندما أتى الخبر وتكون الفزع حوالي الساعة 9، معناها مشوا يعني يعني قيسي من الساعة 2 أو الساعة 3 إلى الساعة 9، دي كم ساعات؟ 6 7 ساعات. المسافة التي ارتكبت فيها الجريمة وهي الهجيرات إلى أقرب نقطة هي تابعة للحركة الشعبية تبعد بالأرجل مسافة ساعة ونص إلى ساعتين إن لم أبالغ. لا إله إلا الله. إذا المسافة قريبة جدا، تواجدهم قريب جدا، يعني لو مشيت ساعتين بكرينك أنت بتصل منطقة الحركة الشعبية.
وهم دقيقين جدا في اختيار هذا التوقيت. طيب اختيار هذا التوقيت لارتكاب مثل هذه الجرائم صراحة في تسلسل معلوم، وهذا الدهاء لا يمتلكه إلا ياسر عرمان في داخل الحركة الشعبية تحديدا. هذا الدهاء الذي يشير إلى تفكير ليجرجر السودان إلى صراع عالمي، وتصدر بموجبه قرارات دولية تجرب السودان، يريد ياسر عرمان أن يلعب في هذا الهبال عبر مع منظمات كنسية أجنبية موجودة في داخل جبال النوبة الآن. هذا الفعل أو العمل المسمى برفع الحظر عن السودان لا يرضي هذه المنظمات الكنسية والمجموعات واللوبيات التي تريد أن تجعل من جبال النوبة مأخلا، لأن هذا رفع الحظر ثم الانتقال إلى مرحلة السلام التدريجي الذي رسمه المبعوثون الدوليون جميعا، سواء كان الأوروبيون أو الأمريكان أو كل أو الترويكا بذات نفسها، كلهم رسموا مسار أن رفع الحظر هذا يجب أن يتدهرج السودان بشقيه في الصراع إلى أن يصل إلى عملية سلام دون أي بندقية. وفي ذلك صدق السودان في أن وعده للمجتمع الدولي، أعلن السيد الرئيس وقف إطلاق النار لمدة 6 شهور. هذه ال6 شهور الناظر للربط بينها وبين رفع الحظر يؤكد أن رفع الحظر يحتاج ل6 شهور حتى تتأكد أمريكا من أن السودان يسير بخطى ثابتة تجاه تحقيق عملية السلام في المنطقتين، تجاه وهي عملية رئيسية وضعتها أمريكا في رفع الحظر النهائي عن السودان. طيب ليه وضعوا المنطقة كحاجز أساسي لرفع الحظر؟ نستطيع أن نقول وضع المنطقة دي لرفع الحظر عن السودان بصورة دقيقة لأن أمريكا فقدت الثقة في الحركة الشعبية. فقدت الثقة في الحركة الشعبية ووجدت أن الحركة الشعبية تستخدم أهالي جبال النوبة لتحقيق مصالح لقيادات هذه الحركات. وتأكد لهم جليا أن من هم في مشروع الحركة الشعبية ليس هم من ينادوا بتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة التي يريدونها أن يحققونها في داخل السودان، نهيك عن السودان ككل، عن جبال النوبة فقط. رصدت المبعوث الأمريكي رصد انتهاكات تحدث عنها صراحة أن من يوجدون في على سدة رئاسة هذه الحركات لا ينظرون إلى مصالح الشعب السوداني إطلاقا. صحيح. بالتالي وضع أن ما دام أن هذه الحركة ليست بحريصة لمصالح المواطنين، بالتالي ننظر هل الحكومة السودانية هي الأحرص لمصالح فوضعوا السودان في هذا القالب، وأكد السودان لهم أنه حريص ولا يقوم بعمليات لتقتل مواطنين سودانيين. أوقف مجلس الوزراء بالمناسبة وقف إطلاق النار الأخير لم يأتي من الأخ الرئيس كفرد، لا، جاء كقرار مؤسسة دولة السودان. صحيح. مجلس الوزراء دعا لاجتماع طارئ تداول فيه الأمر، أصدر قرار باسم مجلس الوزراء، بالتالي كان القرار هو قرار مؤسسة دولة السودان وليس قرار للأخ رئيس الجمهورية بمفرده، لأن الأخ رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرار لوقف إطلاق النار لمدة شهر. صحيح. بالتالي لما قبل ما تنقضي مدة الشهر جاء مجلس الوزراء بناء لهذه المتطلبات وأصدر قراره حتى يضع جنوب كردفان والمناطق التي تأزم يضع فيها هدوء نسبي يقود الناس للتدهرج لعملية سلام بصورة هادية. ولكن الحركة الشعبية الآن ما تقوم به هو ليس بالأخير ولا هو الأول، تمام، عندنا تجارب كثيرة جدا معهم. أنا قبل ما نخش في حتة التجارب دي حتى لا تفوت النقطة، يعني سأنقل السؤال لدكتور الشاهين. نعم. الآن نحن نتحدث عن جرائم إرهابية، أنت نعم. تقتل المدنيين عزل، يتم نهبهم، يتم خطف أيضا لبعض الأطفال منهم، قبل ذلك أيضا الاتجار بالبشر واستخدام الأعضاء البشرية والاتجار فيها، تهريب الذهب، جميعها جرائم قامت بها الحركة الشعبية.
حينما نطالبك دولة بأن تكون هذه الحركة النكراء ضمن المنظمات الإرهابية، من يرى أو من يطلع على مواصفات الحركات الإرهابية في القانون الدولي سيجد بالضبط أنها النموذج الأمثل لحركة إرهابية. نعم، نحن عندما ننظر إلى تلك الجرائم التي تقوم بها الحركة الشعبية، وليس ابتداء قتل الأطفال الأبرياء المدنيين الرعاة في منطقة الحجارات غرب كادولي، ولا مقتل اثنين الطفلين أعمارهم كما ذكرت لا يتجاوز الأثنى عشر عاما في منطقة سوق الجبل في العباسية. الحركة الشعبية لديها سجل حافل كبير جدا من الانتهاكات، من الجرائم، من الانتهاكات. وسبق انه تحدثنا كثيرا عندما دخلت فلول الحركة الشعبية في منطقة أبو كرشولة وارتكب من الفظائع ما تشيب له الولدان. وسبق انه تحدثنا كثيرا جدا عن عبد الرحمن ذلك الذي علق على شنك جزارته في منطقة أبو كرشولة. نحن عندما نسرد سلسلة هذه الحوادث والجرائم نجدها السلسلة طويلة جدا لا تنفك ولا تنفصل. يعني كل هذه الوقائع تشكل وقائع يعني مخالفة للقانون الدولي الإنساني. وصحيح أن الحركة في فترة من الفترات أمكن استظلت بمظلة المجتمع الدولي، ونحن عندما نقول المجتمع الدولي نقول بأن الحركة الشعبية كانت تعول على المجتمع الدولي وتعتبر أن هذا المجتمع الدولي هو واحد من الأسلحة التي تقاتل بها الحركة الشعبية. صحيح. وكانت تعول كثيرا للمجتمع الدولي، ولا غرو ولا عجب إذا كانت الحركة تعول على المجتمع الدولي، لأن الحركة الأم اللي هي في جنوب السودان حاكمة في جنوب السودان الآن أيضا كانت تعول على المجتمع الدولي. ولعل هذا يقودنا لانفصال جنوب السودان، وعندما ينفصل جنوب السودان والحركة الشعبية على سدة حكم الجنوب كانت وما زالت وإلى الآن كانت تفتكر أن المجتمع الدولي يعني يتعاطف معها. وهذا يقودنا لأنه نظرة الحركة الشعبية الأم والحركة الشعبية الفرع قطاع الشمال في جنوب كردفان نظرتهم الاستراتيجية نظرة قاصرة جدا، لأنهم بيفتكروا أنه العلاقات ما بين الدول ومسار هذه العلاقات وما يحكم هذه العلاقات بيفتكروا أنه الجانب العاطفي، وكانوا يفتكروا أنه ذلك تلك الشعارات الطويلة جدا بأنهم مستهدفين من قبل النظام الحاكم الإسلامي العربي في السودان، كانوا بيفتكروا أنه هذا كفيل جدا ليسبق عليهم عطف المجتمع الدولي. وهذه نظرة قاصرة. لكن مسار العلاقات ما بين الدول بتنظمها المصالح هي ما بين الدول هي بتغير هذه النظرة. ولعل مفهوم المصالح الآن هو ما جعل انه الغرب يدرك تماما بان السودان هو يعني داعم كبير جدا لمحاربة الإرهاب وداعم كبير جدا لمكافحة الاتجار بالبشر بعد زوال نظام الغزافي وبعد زوال أنظمة كثيرة جدا ما زالت فيها يعني الناحية الأمنية فيها غير فعالة. أمكن السودان الآن يعني أصبح من الدول المهمة من النظر الاستراتيجية، وعندما تم رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أمكن كثيرين جدا يعني أصابهم هذا الرفع في مقتل، ولعل أنا أقصد بذلك هم اللي كانوا المعارضين. وأيضا هذه النظرة الاستراتيجية القاصرة كانت بتفتكر أنه هذا الرفع رفع للعقوبات أمكن قام به الرئيس السابق باراك أوباما المنتهية يعني ولايته في الفترات الأخيرة، ولكن ما دروا إنه هذه المسائل محكومة بمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية درست تماما من خلال جلسات مطولة جدا. وهنا نحن نحيي الدبلوماسية السودانية وعلى رأسها بروفيسور غندور ومن قبله يمكن وزير الخارجية السابق علي كرتي لعبوا أدوار محورية كبيرة جدا في 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 الوصول لهذه هذه النقطة. نعم. والولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت واحدة من منظومات على رأس المجتمع الدولي لا 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 يعني تضع جانب للمسائل العواطف ما بين علاقاتهم، لكن تأكدت تماما بأنه السودان استطاع أنه يعني يتماسك. ونحن هنا أيضا نحيي يعني الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وكل نظام الحكم الموجود في السودان لأنهم استطاعوا أن يقودوا هذه السفينة في بحر متلاطم طيلة سنوات طويلة جدا. وإذا قدر لي أمكن أقول أنه لو كان هناك أي نظام آخر ما كان استطاع أنه يعني يطلع بالسودان إلى بر الأمان. وأدركت الولايات المتحدة الأمريكية وأدرك المجتمع الدولي بأنه هذا النظام لا بد أن يتعامل معه. نرجع ونقول بأنه يعني كل الشروط الموضوعية التي يمكن من خلالها أن نكيف
ما تقوم به الحركة الشعبية هي جريمة، هي جرائم 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 ضد الإنسانية، وكانت تستظل بمظلة المجتمع الدولي وتكون بعيدة من وصفها أو وصمة أو تعريف هذه الحركة بأنها حركة إرهابية. ولكن مع المتغيرات الدولية الآن، ما المتغيرات التي جعلت من السودان يمكن رغما استراتيجيا يعمل على استتباب الأمن ضد الحوثيين في اليمن الشقيق، وأصبح من منظومة الحلف الخليجي، ويلعب أدوار محورية كبيرة جدا كما ذكرت في مسألة مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب أيضا. وفي ذكر الإرهاب وفي ذكر داعش، يمكن تناقض الأخبار أمس، يعني يمكن اكتشاف يعني خلية صغيرة إن كان ما وجد في تلك الشقة في أركبيت، هي كانت متفجرات بدائية. لكن أيضا هذا بتقود بأنه الأجهزة الأمنية في السودان ذات كفاءة عالية كبيرة جدا. نحن أيضا نحيي جهاز الأمن المخابرات والقوات المسلحة السودانية التي استطاعت أن تحجم الحركة الشعبية وتجعلها الآن هي فاقدة للسيطرة، فاقدة لأن يعني للبوصلة، يعني تتجاذبها كثير جدا من التوهان، وتريد أن تقول أنا ما زلت موجود، لكن بفعل مشين، بفعل ضد، جريمة. نعم ضد جريمة. الجرائم هي الإنسانية هو وضد فعل القانون. نعم نسمي الأشياء لا هي جريمة، جريمة هي نكراء. نعم تحاول أن تظهر بأنها موجودة على أرض الواقع كمجرمين، كمجرمين بالتأكيد. نعم. كمجرمين نعم. كنهابين نعم. قطاعين نعم. طرق نعم. وما إلى نعم. ذلك. نعم. طيب نعم. هذه الفعل النكراء قد تكون هي بالفعل واحدة من ضمن الجرائم الكثيرة الموجودة في سجلاتها. نعم. مفروض أنه السودان نفسه كدولة يطالب الاتحاد الإفريقي، المنظمات المدنية، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لأن تقف وقفة تجاه هذه الأفعال الإجرامية لهذا السجل الأسود للحركة الشعبية لحسابها عن كل ما تقوم به البادرة. نعم دكتورة إيناس، هذه نقطة في غاية الأهمية. يجب على الحكومة السودانية أن تعمل توثيق لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحركة الشعبية. الحركة الشعبية يعني لم كما ذكرت لم ترتكب هذه الفعل الآن فقط في داخل كادوغلي، في ضواحي كادوغلي، في كل منطقة وطأت فيها رجل الحركة الشعبية كانت الجرائم مستصحبة لهذا التحرك الشيطان اللي بتقود الحركة الشعبية. كثير جدا من أئمة المساجد، كثير جدا من النساء اللي اغتصبن، كثير جدا من الأطفال الذين هاموا على وجوههم في الوديان وفي الجبال، كثير جدا من الذين تم اغتيالهم بدماء باردة، يعني في كل أنحاء جنوب كردفان. يعني لابد نجد من سلسلة، التحرك. نعم نجد سلسلة لهذه المآسي. الآن هذه الحركة الشعبية يعني كما ذكر باشمهندس الرحيمة، هي تريد أن تجر الاقتتال الداخلي، هي تريد أن تجر أبناء جنوب كردفان. وهنا أيضا نحيي أبناء جنوب كردفان لهذا النسيج المتماسك، لهذا الإرث الطويل جدا من التصاهر ومن التزاوج ومن التماسك. ونحيي ايضا يعني اهلنا الرواقه الذين استشهدوا منهم هؤلاء الفتيه، لانهم كانوا على قدر المسؤوليه وتفهموا هذا الامر. الحركه تريد ان تقود هؤلاء يعني لكي يقتتلوا في بعضهم بعض. قتل منك طفلين ثلاثه، تاخذ ثار من واحد بريء موجود في داخل المدينه، ثم تندلع الحرب. وتريد الحكومه تريد الحركه ان تقول بان هذه الحكومه ليست قادره على استتباب الأمن. وأنا أيضا أؤكد نقطة يعني ما أشار إليه باشمهندس الرحيمة بأنه يعني الحركة الشعبية جاءت بآليات هي كثير جدا من الأقاويل، لكن المرجح بأنه كان هناك نوع من التسلل، لأن القوات المسلحة السودانية موجودة، الأمن موجود في جنوب كردفان. نحيي أيضا القوات المسلحة في جنوب كردفان، ونحيي برضو يعني والي ولاية جنوب كردفان دكتور عيسى آدم البكر. هذا الرجل في أحد يعني يمكن استتب الأمن يعني بصوره ملحوظه جدا. نعم. كل الروايات طيب. بتقول انهم هم كتسلل، والدليل على ذلك لانه بعضهم قتل بالذبح، يعني ما كان في اطلاق نار بشكل واضح حتى الناس ما تسمع، لانه كانوا قريبين من معسكر قوات النعم. الابقار نفسها تفزع حتى تفزع. الصوت نعم 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 نعم, نعم نعم نعم. روايه اليات وعربات طبعا المساله فيها يعني ضبابيه، لكن الروايه الارجح بانه كان تسلل فعل مشين، ربما يكون لديهم معلومات بأن هؤلاء أطفال الصبية لا يستطيعون الدفاع عن نفسهم، وفضلا عن ذلك قد يستطيعون الدفاع عن نفسهم لكن يعني قتلوا بدم بارز، يعني ذبحوا في هم في نعم هم على حسب ما ورد بأنهم يعرفون أنهم صبية ولا يمتلكون بالضبط سوى بالضبط بعض. نعم نعم. وبعض نعم الأقاويل قالت أنهم أتوا فعلا بعربات ولكنها وقفت على مسافة محددة. نعم. وأتوا هم مشاه. نعم. إلى أن ساقوا هذا نعم. المراحل إذا كان هناك يوجد إطلاق نار بشكل واضح
بالتأكيد القوات المسلحة ستقطع هذا الطريق سمعت. عليهم وتبيدهم يعني. نحن عايزين نقول انه يعني يجب ان تبذل الحكومة السودانية بكل اجهزتها الدبلوماسية والرسمية والقانونية قصارى جهدها لكي تصنف هذه الحركة باعتبارها حركة إرهابية. بالطبع لدينا سجل طويل جدا من الذين قتلوا، من الذين تم تصفيتهم، من الذي لا يغتصبنا، من كذا وكذا. يعني يجب انه يكون هناك يعني توثيق وحصر لهؤلاء الضحايا لكي تقدم لهذه المنظمات التي ما فتئت تتحدث سنوات طويلة جدا على انه السودان منتهك لحقوق الانسان وكذا وكذا، ولكن الان ما هذه المتغيرات انا احسب بانه سيتم تصنيف الحركة الشعبية باعتبارها حركة تمام. إرهابية، والدليل على ذلك أن المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان في آخر عهده يعني ذكر كما ذكر باشمهندس رحيمه، وقال بأنه إن هؤلاء يعني بقصد قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات الدارفورية المسلحة ليس حريصين على مصلحة الشعب السوداني بقدر ما هم حريصين على على أجنداتهم. مصالحهم. نعم. وأنا أقول يعني طيب. إذا وجدوا مصالحهم في هذه الكراسي التي يعني يستخدمون فيها أبنائنا أبناء جنوب كردفان، انا متاكد تماما حيوقعون على السلام. لكن احنا عايزين نقول بانه يعني استغلال هؤلاء الابرياء واستغلال اهل جنوب كردفان اكثر من 20 عاما لكي يصلوا لكراسي الحكم، هذا الشعب السوداني بيرفضه تماما. طيب احنا الان بنتكلم عن من؟ عن حركة ارهابية تقوم بقتل العزل نعم وسرقة ممتلكاتهم. نعم. هل الحركة الشعبية بعد توقف الدعم اللوجستي الذي كانت تحصل عليه من عدة مصادر الآن جفت هذه المصادر كثيرا، وهناك من التهى بمشاكله الداخلية، وهناك من رفع يده عنها لأنه مل أن يصرف على الحركة الشعبية دون نتائج على أرض الواقع ظاهرة، وهناك من مل أيضا من الصرف على الحركة الشعبية دون أجندة بينة نعم تخدم مصالح بالفعل لتحقق أجندته هو الآخر. الآن جفت هذه المنابع أو قلت بالمعنى الصحيح، هل معنى ذلك أنهم جاعوا فلجأوا إلى النهب والسرقة؟ طيب خلينا نأكد إنه الحركة الآن تعيش في حالة توهان سياسي، وتوهان في فقدها لبوصلة القضية الحقيقية اللي هم من أجلها قاعدين ينادوا، أو مشروعهم الذي يطرحونه المسمى جزافا بسودان جديد، على عاملين على إزالة قميص السودان الذي نرتديه إلى سودان جديد، يزعمون ذلك، ولكن الأفعال أجبرتهم أن يغوا في فخ يصبحوا منبوذين من قبل الذين يدعمونهم كما ذكرتي. يعني المجتمع الدولي الذي كان تأول عليه الحركة الشعبية كثيرة جدا جدا هي أمريكا، بالضغوطات التي تمارسها أمريكا آنذاك بصورة أحادية على الحكومة السودانية دون الطرف الآخر. No. كانت ترفع الجزر العصا فقط للحكومة السودانية والجزر للحركة الشعبية. الآن تبدل الحال تماما. ناهيك عن ذلك، أمريكا وجدت أن مصالحها في المنطقة كانت مربوطة بجنوب السودان، جنوب السودان الذي تزعزع أمنه إلى أن أصبح مفتت. الآن كانت تأول أن هذا الجنوب هو البذة التي ترضي منها الحركة الشعبية قطاع الشمال. لم ترضيها أمريكا مباشرة، كانت ترضيها عبر حكومة دولة الجنوب. حكومة الجنوب التقارب الذي حدث بينها وبين حكومة السودان والضغوطات الدولية والضغوطات التي يمارسها المعارضة بتاعت جنوب السودان على أرض الواقع، الآن وضعت المعارضة بتاعت جنوب السودان الشريط الحدودي الذي تسيطر عليه الحركة الشعبية تحت سيطرة معارضة. الآن هذه المنطقة جففت كل أشكال الدعم من الحركة الشعبية. يعني زمان كان مثلا بتقدر تصل لأمخ الجنوب تشتري تشيل، لكن الآن لا تستطيع ذلك. أقرب الأوقات أن المعارك اشتدت وامتدت إلى أن وصلت إلى تخوم تلك المعسكرات، معسكرات اللاجئين الآن التي تتغذى منها الحركة الشعبية. هذا الوضع الجديد فرض على الحركة الشعبية وأجبر قيادتها إنها الآن فقدت الدعم الذي تنزله على أرض الواقع.
الإغاثات التي كانت تتلقاها الحركة الشعبية جزافا بما يسمى بمعسكرات اللجوء في داخل جنوب السودان التي تسوقها للمجتمع الدولي لياتي بإقاسة. انت عارف رفض المقترح الامريكي لتوصيل المساعدات الامريكية بالمناسبة، لان المساعدات الامريكية في نص القرار التي الموجود في خارطة الطريق انها مساعدات تصل مباشرة الى المواطن في داخل المناطق المحررة بتاعت الحركة الشعبية. لكن الحركة الشعبية الان لديها اخرون يأتون بالاغاثة، وهذه الاغاثة تصل الى يد الحركة الشعبية اولا، ثم تصل الى المواطن وما يصل منها الا فتات الى المواطن تسيطر على ذلك. بالتالي رفضوا المساعدات الأمريكية التي تأتي مباشرة ليستفيد منها المواطن من أدوية إلى غذاء مباشرة إلى المستشفيات إلى المراكز الصحية في داخل سيطرتهم. الآن هذا الوضع بالفعل في داخل، أنا بمعلومات دقيقة، أنت عارفة صابونة اللوح، صابونة الغسيل الآن اللي عندنا نحن في السودان بنشتريه بأربع جنيه ثلاثة جنيهات، يشترى بثمانين جنيه في داخل مناطق الحركة الشعبية. أهلنا موجودون في تلك المناطق. ملوة الذرة أي الربو أو الكيلة اللي بنشتريها نحن الآن عندنا هنا في داخل السودان، الملوة الواحدة 150 جنيه. كويس؟ هذا الضغط ده ما بيعيشه المواطن براو، لأن في أساسيات نظام الحركة الشعبية تعيش على الجبايات التي تحصدها من المواطن الموجود في المناطق المحررة. هذا المواطن حصل له ضغط أن ارتفاع الأسعار وعدم وجود هذه المواد حتى يتمكن من أخذها تحول مباشرة يصبح ضغط أن الحركة الشعبية لا يوجد لها ما توفره لمعسكراتها لجنودها في هذه المناطق. الموبل فورس أو القوة المتحركة التي نفذت العملية الأخيرة، نحن نعلم، أنا بتحدث، نعم دكتور علي الشايب، لأنه أنا بتحدث بلغة إننا نحن حركات مسلحة. وأنا على التو جاي من الطرف الآخر، ما يزيد من ست شهور الآخر. من ست شهور من المناطق اللي هم بيتكلموا فيها دي. أنا كنت موجود في نفس المكان، بالتالي أنا متحدث أن القوة التي حتى التي نفذت نفذت هذا الهجوم هي قوات الموبايل فورس، أي القوة المتحركة المتجولة بهذا الشرح. أيوة، موبايل فورس أي القوة المتجولة، جوالة. هذه القوة مهامها في داخل المناطق المحررة الآن كيف تأتي بالدعم اللوجستي للقوات في معسكراتها. خليني أسألك سؤال، كنت يعني بأي شكل كان كنت تعرف أن في حركة زي دي هتحصل، أو كنت على علم بهذه الأشياء؟ ممارساتهم عن هذا الاعتداء هو سلوكهم، نحن كنا معهم. لا أقصد ذلك، نعم. أنا أقصد هل كان عندك معلومة، يعني كما توفر لك الآن لا. من معلومات، هل لا. كانت في معلومة؟ لا، ليه ما كنا عندنا ده؟ لأن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الأخ رئيس الجمهورية وأعلنه مجلس الوزراء أربك حسابات الحركة الشعبية. الحركة الشعبية المعلومات التي كانت متوفرة لدينا حتى نهاية بداية شهر واحد أنها كانت تعد العدة للهجوم إلى مناطق بانتهاء فترة وقف إطلاق النار الذي أعلنه، تهجم على مدن وعلى مناطق. بمجرد ما ظهر تجديد وقف إطلاق النار لست شهور هو الذي أربك حساباته. بالتالي صار في وضع بتاع هدوء. هذا الوضع، وضع الهدوء، دائما الحركة، قوات الحركة لا تجد ما تأكله، يعني هم بيأكلوا من رأس البندقية. عمليات موجودة وشغالين، بيمشوا بيخش مدن بيجدوا اللوجستيك. لو ما في عمليات، وانا اتوقع ان تحصل عمليات اكبر من ذلك في مواقع اخطر من ذلك. فقط الذي يهجمهم الهجمة الاعلامية التي حدثت وسقوطهم في نظرة المجتمع السوداني وفقدهم للقاعدة القاعدة بتاعت العضوية بمثل هذه الافعال، فقط هو الذي يهجمهم الان. لكن خلاف ذلك مضطرين ليمارسوا مثل هذه الأفعال حتى يوفروا لجسدهم، يوفروا إمدادهم، يوفروا ما يقتادون. أو هو عملية بالمناسبة مخطط لها زي ما أنا ذكرت لك، عشان يربكوا حسابات الحكومة ويستفزوا القوات المسلحة في منطقة هنا منطقة هناك منطقة هنا ومنطقة هناك، تلجأ القوات المسلحة لصدهم فقط. يرفع هذا الصد
باعتباره هجوم من قبل قوات الحكومه للاعلام العالمي وللمنظمات العالميه، وتسمع الحيص والجوطه في الاعلام بان الحكومه اعتدت لنا. فقط الان هذه الرسائل الذكاء الذي استخدمه ياسر عرفان كما ذكرت يريد ان يستفز مشاعر القوات المسلحه المسيطره على المناطق في التقوم، حتى وان كان يعني انا اؤكد لك انه هذا النهب الذي حدث ولو كانت اخبتهم القوات المسلحه الى ان اصطدمت معهم، تاكد بان صبيحه اليوم التالي يظهر في الاعلام ان الحكومه قامت بعمليه وادرنا معركه في المنطقه الفلانيه. صحيح. كما يحدث في النيل الازرق والاشاعات التي يطلقونها في النيل الازرق، يعني صحيح. كل مره منطقه واحده ياكدوا لك انه حجم الحكومه جات هجمت. هذه هي الاستراتيجيه التي يرمي لها ياسر عرفان تحديدا جرجره القوات المسلحه في هذه المنطقه الى الاصطدام معه ولو بطلقه واحده. كويس. بالتالي يسوغ ذلك اعلاميا ليرجع مكانه الحركه الشعبيه عند المجتمع الدولي. لكن هي اصلا تكون عمليه نهب او سرقه او كذا او اعتداء على مدنيين، هي عمليه ارهابيه في كل الاحوال، لكنها ستكتشف او ستكتسب شرف انها عمليه حربيه لو ردت القوات المسلحه. نعم. يعني رد القوات المسلحه نعم. هو شرف يعتبر عمليه مباشره. يعتبر عمليه. نعم. طيب لو احنا اخذنا نقطه ثانيه، عملية علاقة هذه الحركة الشعبية بدولة جنوب السودان يا دكتور. نعم. يعني دولة جنوب السودان صراحة تحيرك، مسؤولين يصرحون بأن هناك صفحة جديدة وبأننا سنتوقف عن دعم الحركات المتمردة وأنه، ومسؤولين يحددون أسقف حتى زمنية، يعني هناك من يقول 21 يوم وواحد من يقول شهر وخلال 3 أشهر وهكذا، ويعني وهناك من يذهب بعيدا ويقول لك سنفتح للتفتيش حتى من الاتحاد الافريقي اذا حب ان يفتش دولة الجنوب ان كان بها حركات مسلحة او متمردة تجاه دولة السودان او جمهورية السودان وما الى ذلك. كل هذه الاشياء لا شيء، وارض الواقع شيء اخر. تجد ان لا زالت الحركة الشعبية تسعى فسادا، تذهب وتجيء كما يحلو لها، متخذة من هذه الارض يعني أرض مباحة لها، تذهب كيفما تشاء وتعود كيفما تشاء وتنهب وتذهب وكل هذه الأشياء. عملية فك الارتباط أصبحت من الصعب. صحيح. من الصعب أن تجد لها وسيلة. نعم. لكن هناك من قال بأن لهم أن يكتسبوا شكلا آخر في العلاقة مع دولة الجنوب، وهي عملية ترحيل هذه الحركات إلى حدود ما بين دولة جنوب السودان ويوغندا، وبالتالي حينما تأتي للتفتيش أو حينما تتحدث عنه ستجد أنه لا توجد حركات مسلحة. نعم. وبالتالي تخرج دولة الجنوب من دائرة الاتهام بأنها تدعم هذه الحركات المتمردة والمسلحة. في المقابل الحكومة السودانية لا تحمي ولا تأوي ولا ترعى ولا تدعم أي معارضة من أي دولة. هذه نعم. هي سياسة دولة من نعم. أي دولة كانت. نعم. بما فيها دولة جنوب السودان. حينما نتحدث من هذا المنبر عن هذه العلاقة، كيف لنا إن كانوا هم يريدونهم لماذا لا يأخذونهم هناك في جنوب السودان؟ نعم. ونفك هذا الارتباط بالمرة. حقيقة مسألة فك الارتباط ما بين الحركة الشعبية الحاكمة الأم في جنوب السودان وما بين ما يسمى بقطاع الشمال بفرقتين الاثنين التاسعة والعاشرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ليس من بهذه السهولة يتصورها البعض، لأن الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان هي ترى بأن هذه الفرق أو في جنوب كردفان وفي النيل الأزرق قد يحقق لها أجندتها هذا من ناحية، وتعتبر من الأزرع التي تضغط بها الحكومة لتسوية ما تسميه بالقضايا العالقة فيما يتعلق بالحدود أو غيره. وهذا يمكن يقودنا لمستهل حديثك في هذا الجانب، عندما ذكرت بأنه كان هنالك كثير جدا من التصريحات التي تتحدث عن انه حكام الجنوب الان يودون ان يفضوا الشراكه او التحالف ما بينهم ما بين قطاع الشمال، ثم ارض الواقع يكون غير ذلك. هذا يمكن يؤكد فرضيه او مش فرضيه يعني حقيقه انه الوضع في الجنوب هو تحت يعني عدم السيطره، ومن الصعب جدا انك انت تسيطر على القرارات في هذا الجانب. والامر الثاني بانه يعني مسألة تحالف الحركة الشعبية الأم في جنوب السودان وقطاع الشمال على درجة من التعقيد مرتبطة بأجندات دول أخرى، ولعل يمكن
الانباء حملت في الفترات قبل الايام الماضيه بان هنالك يعني طائرات دوله ما يمكن تقصف في المعارضه التي تقاتل حكومه السلفاكير. يعني كل هذا يمكن يقودنا لانه يعني من الصعب جدا ان يفض السلفاكير يده عن قطاع الشمال بفرقتين التاسعة والعشرة الموجودات على أرض الواقع. وكل الدلائل والإشارات والبيانات بتأكد بأنه ما زالت هذه الفرق تتلقى رواتبها من جنوب السودان، وما زالت هذه الفرق تتلقى ترقياتها من جنوب السودان، وما زال الإمداد بشكل أو بآخر على الرغم من أنه يعني المعارضة المسلحة في جنوب السودان الآن أمكن مسيطرة على المنافذ التي يأتي منها الدعم من جنوب السودان لجنوب كردفان النيل الازرق، لكن الحدود طويل لدرجه انه من الصعب جدا انه تسيطر معارضه عليه. تسيطر على هذا الجانب. نعم. نحن عايزين نقول بانه يعني من هذا المنبر نحن ايضا يعني نناشد المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصله المعنيه بحقوق الانسان المعنيه بتصنيف الحركات بانها حركات ارهابيه ان تصنف هذه الحركه الشعبيه باعتبارها هي يعني هي حركه ارهابيه. لا نقول هذا الكلام جزافا، لكن من واقع دلائل ومن واقع بينات ومن واقع اشارات تاكد بان هذه الحركه هي حركه مجرمه ولا شك في ذلك. لا لا لا، هذا الفعل لو كان قام به احد منسبي الحركه الحكومه السودانيه لكان ملأت الحركه الشعبيه العالم كله ضجيج بانه هذه الحكومه لا تحترم كرامه الانسان. هم يتحدثون عن في شعاراتهم عن ان الهامش قضايا الهامش وعن العداله وعن المساواه، ولكن علينا أن ننظر إلى النموذج، نموذج الحركة الشعبية الأم، لأن هذه الفرعية تستمد مرجعيتها من الأم. هل النموذج الذي طبق الآن في جنوب السودان هو نموذج يمكن أن يحتذى به لحكم دولة؟ بالتأكيد لا، هذا رأيي الشخصي بأن الآن ما يجري في الجنوب هو فوضى أكثر من يعني ما يقال بأن فوضى، ولعل الجنوب يمكن صنف مرارا وتكرارا بأنه هو من الدول الفاشلة يعني، ونحن عندما نقول دولة فاشلة بمعطيات الموجودة على الأرض يعني يمكن مناطق زي ربكونا، مناطق زي بانتيو، مناطق الآن زي ملكال يمكن مسحت من ملك الأرض، أصبح الصراع صراع ما بين القبائل، ما بين الدين كقبيلة هي حاكمة، وما بين النوير وما بين الأشولي، ما بين القبائل الاستوائية. إذا كانت هذه الحركة الشعبية وهي تعتبر المرجعية في جنوب السودان ما استطاعت أن تقدم 1% من النموذج الأمثل لكيفية إدارة الدولة ولكيفية حكم الدولة ولكيفية يعني تنفيذ ما وعدت به الجنوبيين طيلة الأكثر من 20 عاما، وهي تمنين بأنهم انفصالهم عن السودان الشمالي، السودان النيلي، السودان الإسلامي العربي، يمكن يضعهم في جنة. الآن هم رجعوا صاغرين يعني للسودان باعتبار أنه هنا يجد التسامح، يجد المأوى، يجد الماكل، يجد المشرب. احنا عايزين نقول أنه يعني مسألة فك الارتباط هي مسألة ليست بالسهولة، يعني تحتاج من الحكومة السودانية مزيد من الجهد ومزيد من الضغط. هم قد يخفونها لكنها هي موجودة. أصلاً قد ينكرونها موجودة. لكنها هي موجودة. من أين لضباط الحركة الشعبية الآن مرتباتهم هم الفرقتين؟ هل أصدرت حكومة جنوب السودان بيانا قالت فيه بأن الفرقة التاسعة والعاشرة الموجودات في جنوب كردفان والنيل الأزرق لا علاقة لهم بالجيش الشعبي؟ لم تقل ذلك اطلاقا. لم تقل ذلك اطلاقا يعني حتى الان. فيما تبقى لي من دقائق وهي تقريبا حوالي 3 دقائق معدوده. نعم. باشمهندس الرحيمه، قطاع الشمال وعلاقته بالمفاوضات وشكله وحماسه بالمفاوضات واضح انه قد تاثر بالموقف الامريكي الاخير وتطبيع العلاقات الطيبه بينه وبين الخرطوم. هذه العلاقات الطيبه قد تؤثر على حماسهم في المفاوضات القادمة أم ستكون باعتبارها كارت ضغط عليهم للمفاوضات القادمة؟ إلى أي الرأيين تميل؟ أميل أنهم لا خيار لهم سوى المفاوضات والرضوخ إلى خيار السلام. كل المعطيات التي ينادي بها المجتمع الدولي نداء اتجاه عملية السلام، لا غير مشروطة وغير موضوعة بسقوف زمنية. الآن المجتمع الدولي في أقرب الأوقات يريد حلا لمشكلة السودان، بالتالي الحركة الشعبية الآن الضغوطات التي واجهتها تفرض عليها أن تجلس إلى طاولة التفاوض لتقدم، ولا مجال للتماطل مثل الجولات الـ12 أو الـ13 حتى إنها تستطيع أن تجلس من أجل الجلوس فقط.
لا، هذه المرة ليس الجلوس من أجل الجلوس، الجلوس من أجل وضع أجندتك على الطاولة مباشرة، فيها عصا، لأن العصا قلت لك تحولت الآن من إنها كانت مرفوعة للحكومة السودانية أصبحت عصا مرفوعة إلى الحركات المسلحة كلها، كانت سواء كانت حركة شعبية أو حركات دارفور، فبالتالي هذه العصا تفرض عليهم إنهم ينصاعوا لخيار المجتمع الدولي، يأتوا للخط الذي أعلنته الحكومة السودانية وهو خيار الحوار الوطني، ولملمة أطراف صراع السودان كله وضعوا في قوالب ناقش كل قضايا السودان، كيفية إدخالهم هو المخرج الذي يطالبون به، كيف إدخالهم وإبداء رأيهم في هذا الحوار الذي أجمع عليه أهل السودان، كيف يتم إخراج مخرج لهم ليدخلوا في هذا الحوار، فقط هو الذي هم عليهم أن يبحثوا عن ذلك، لكن سوى ذلك لا وجود على الأرض، لا يستطيعون أن يمارسوا عمليات حقيقية، لأن بمجرد تحريكهم لعمليات محددة يضعهم في عملية الوصف التي ذكرها الدكتور علي شايب، عملية توصيفهم بأنهم حركة إرهابية هم رافضة لاستقرار الدول وقد تحارب من دولة لدولة إن شاء الله. تمام، في ختام هذه الحلقة يعني أمنياتنا بأن تتوجه مراكز الدراسات والمنظمات الإقليمية والمحلية بوضع دراسة حول مواصفات الحركات الإرهابية وتطبيقها على هذه الحركة الإرهابية التي تقوم أو ما تسمى بالحركة الشعبية باعتبارها حركة إرهابية لابد وأن يعاقبها العالم على أفعالها وعلى جرائمها ضد المدنيين العزل. أشكر ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، شكرا لك جزيلا دكتور علي الشايب، رئيس دائرة التدريب والتأهيل الأمانة العدلية الاتحادية للمؤتمر الوطني والقيادي بجنوب كردفان، شكرا لك جزيلا. شكرا لك الدكتور إيناس، شكرا لفضائية السودان على هذا الحوار الشيق، والشكر أجزله أيضا باشمهندس الرحيم إسماعيل ميسيبيل حركة العدل والمساواة إقليم كردفان، شكرا لك. شكرا دكتور إيناس. شكرا لكم مشاهدي الكرام لهذه المتابعة، إلى اللقاء.